على فكرة في استقالة رئيس الاتحاد المصري وإقالة الطاقم الفني، هل تعتبر هذا أنه قرار شجاع أم أنه كان من الأفضل أنه تريث قليلا لإيجاد مدرب فني آخر؟ هل هو قرار صائب من رئيس الاتحاد المصري أنه يستقيل مباشرة بعد الإخفاق؟ وتأخر في القرار يعني قررت متأخر إلى حد ما، وكان هذا القرار يتوجب، وأعيد لك الكلام، بعد مونديال روسيا. ما حصل في مونديال روسيا أن يخسر المنتخب المصري مبارياته الثلاث كان في حد ذاته يدعو رئيس الاتحاد على الأقل إذا لم يكن بالاستقالة بتصحيح المسار. هو لا يستمع، هم لا يستمعون إلى لوجهة نظرهم. هناك أخطاء كارثية في تنظيم المسابقات المحلية، هناك حالة غياب وإخفاق على صعيد منتخبات الناشئين. لم يقدم الاتحاد الحالي إضافة جديدة للكرة المصرية، هناك مزيد من السلبيات. أنت ترى الآن دوري مدجج بالمحترفين وكأنك تصنع لغيرك، ولا تقدم شيء. منتخب ليس به وجوه جديدة، لك أن تتخيل أن منتخب فيه 34 سنة و 35 سنة و 33 سنة، وهناك مدير فني عجيب جدا بدأ الإعداد بمجموعة من الشباب واجه بهم منتخب نيجيريا، ثم فوجئنا باستبعادهم جميعا، ثم استدعاء كبار السن الذين أخفقوا في المونديال. تناقض غريب، وكأنهم لا ينظرون إلى المنتخبات الأفريقية. لم يعد في الكرة الأفريقية الآن صغير وكبير. الآن أنت تواجه أي منتخب، لك أن تتخيل لم يكن أحد يتوقع أن المنتخب الموريتاني في مشاركته الأولى أن يؤدي بهذا المستوى. أدى مباراة كبيرة جدا أمام المنتخب التونسي وكان يستحق فيها الانتصار رغم فارق المستوى والتاريخ والجغرافيا، ولكن لم يعد هذا الآن في كرة القدم. الآن بالجهد والعرق والعمل التقني والفني والتنسيق داخل المباراة يكون الأفضل دائما، والغلبة للفريق المجتهد.